أهلا بكم. بداية وفي خبر أليم، توفي مساء أمس 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون بحروق بليغة واختناق إثر حادث انفجار لغاز البوتان متبوع بحريق بالطابق الأول بناية ببلدية جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة. وفور وقوع الحادث تنقل المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلان بوغلاف إلى مكان الانفجار لمعاينة حجم الأضرار والإطمئنان على المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى وتقديم الإسعافات اللازمة لهم. كاين 6 ضحايا حرقة ما بين درجة أولى درجة ثانية، تم تحويلهم إلى مستشفى الحروق بجلالدة. كاين ضحيتين أن كوموندي بار لافيمي، تم تحويلهم نحو مستشفى زميلي. وثلث ضحايا الأخرانيين لمتوفيين للأسف مع تعازينا لعائلتهم، هادو تم استخراجهم في حالة وفاة وتم تحويلهم نحو مصلحة حفظ الجدد بمستشفى زميلي. في ملف رئاسيتي 7 سبتمبر المقبل تتواصل الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، حيث شرع المترشحون 3 لهذا الاستحقاق في عرض برامجهم الانتخابية من خلال عقد لقاءات جوارية وتجمعات شعبية في مختلف ولايات الوطن قصد استمالة الناخبين والظفر بأصواتهم يوم الاقتراع. ويخوض كل من السيد أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، السيد تبون عبد المجيد مترشح حر، والسيد حسن شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم معترك الرئاسيات بقوة الطرح والإقناع والترويج السياسي لبرامجهم وأفكارهم حول مختلف القضايا قصد كسب تزكية المواطنين من خلال خطاب انتخابي مؤطر بآليات وضوابط يضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. في التعاون الطاقوي، وقع مجمع سوناتراك والشركة الصينية للهندسة البترولية عقد شراكة لإنجاز وحدات جديدة تعزز حقل الغاز للرار الواقع في حوض إليزي. الاتفاقية تهدف إلى معالجة انخفاض الضغط والحفاظ على إنتاج حقل الغاز للرار بمعدل 10 ملايين متر مكعب قياسي في اليوم. مراسم التوقيع جرت بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك والرئيس التنفيذي لشركة الصينية للهندسة البترولية الجزائر. دوليا، وفي آخر تطورات حرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم جراء استهداف منزل في حي الدرج وسط مدينة غزة، بالتزامن مع قصف لطائرات مسيرة استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة السرايا وسط المدينة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح. كما ارتقى شهيدان وجرح عدد من المدنيين في غارتين جويتين على بلدة الزويدة ومخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى للقطاع، لتتجاوز حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة عتبة 40,000 شهيد وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين. ختم هذا الموعد الإخباري مشاهدينا، موعد آخر على رأس الساعة. ما الآن العودة لبرنامج هذا الصباح، إليك لينا. شكرا رشيد، كنت معنا في تقديم